السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن الأقسام الثلاثة التي لا يتم إيمان العبد إلا بها، فدين الإسلام الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يشتمل على ثلاثة أقسام، إذا نقص قسم منها يكون المسلم قد عرض نفسه بذلك لغضب الله وعقابه. هذه الأقسام الثلاثة التي ورد ذكرها في حديث جبريل المشهور عندما تمثل في صورة رجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ما الإحسان؟ هذا الحديث يقول عنه العلماء بأنه ينبغي أن يسمى بأم السنة، لأن علوم الشريعة ترجع إليه وتنطبق عليه، كما تسمى سورة الفاتحة بأم القرآن. وهذا الحديث كان في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الحكمة من ذلك أن الله تعالى أرسل جبريل ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة أمام الصحابة، ليكون ذلك بمثابة التلخيص لكل الأحكام التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يجمع للمسلمين أحكام الإسلام في كلمات معدودة وبنود محدودة. هذه الأقسام الثلاثة كما قلنا هي الإيمان والإسلام والإحسان. والإيمان معناه هو من عقد عليه قلب الإنسان وضميره من الأعمال القلبية التي لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل، من أصول الاعتقادات التي ذكرها الله تعالى في قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو القسم الأول، وهو قسم الإيمان. وقسم الإيمان هذا إنما يشتمل عليه قلب الإنسان، وهذا القسم إنما هو سر بين العبد وربه، لا يستطيع أحد من الناس أن يطلع عليه. والقسم الثاني هو أعمال الإسلام الظاهرة التي تظهر على جوارح الإنسان، كالنطق بالشهادتين والصلاة والصيام والحج وصوم رمضان وغير ذلك من الأعمال الظاهرة التي أوجب الله علينا القيام بها. أما القسم الثالث فهو الإحسان، والإحسان معناه الإتقان للأعمال الظاهرة والباطنة بأدائها بخشوعها وخضوعها والإخلاص فيها. وقيل بأن الإحسان معناه الإخلاص، أي أن الإنسان ينبغي عليه أن يخلص في أدائه لأعماله، سواء كانت هذه الأعمال هي أعمال القلوب أو أعمال الجوارح التي تقوم بها جوارح الإنسان، فلا يتوجه بهذه الأعمال لغير الله عز وجل، إنما ينبغي عليه أن يتوجه بكل عمل إلى الله عز وجل. إذن لا بد وأن نعلم أن دين الله عز وجل إنما يشتمل على هذه الأقسام الثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان. وإذا نقص قسم من هذه الأقسام فإن المسلم يكون بذلك قد عرض نفسه لغضب الله وعقابه. وهذا معناه أن الله تعالى لا يقبل من الإنسان دينه إذا نقص قسم من هذه الأقسام. فمثلا إذا أتى الإنسان بقسم الإيمان وهو قسم أعمال القلب، أي الأمور التي يجب عليه أن يصدق بها بقلبه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكنه ترك قسم الإسلام وهو الأعمال الظاهرة، ف
فإنه بذلك يكون قد عرض نفسه لغضب الله وعقابه، لأن المرشحات التي ترشح الإنسان لأن ينال رضوان الله وجنته إنما هي تلك الأعمال، وهذا قد فرض الله عليه أعمالا ولم يأتي بأي شيء منها. لذلك يقول الله عز وجل وهو يبين أن الأعمال هي التي ترشح الناس لدخول الجنة، فقال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكن لو أتى الإنسان مثلا بقسم الإسلام وهو أعمال الجوارح الظاهرة وترك قسم الإيمان، فإن هذا يكون عند الله تعالى في عداد المنافقين. فالمنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤدون الصلاة ويشهدون الشهادتين ويصومون مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن قلوبهم لم تكن تؤمن برسول الله ولم تؤمن بالقرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فأعلمنا الله بذلك أن هؤلاء المنافقين إنما هم في أدنى الدركات في جهنم، فقال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولو افترضنا أن الإنسان أتى بقسم الإيمان وقسم الإسلام، إلا أنه ترك قسم الإحسان وهو الإخلاص في الأعمال التي يأتي بها، فإنه في هذه الحالة ترد عليه أعماله كلها ولا يقبلها الله تعالى منه، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل قال من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن لا بد وأن يشتمل دين المسلم على هذه الأقسام الثلاثة حتى يكون مقبولا عند الله عز وجل: الإيمان وهو أعمال القلب، والإسلام وهو أعمال الجوارح الظاهرة، والإحسان وهو الإخلاص في الأعمال، سواء كانت هذه الأعمال من الأعمال الظاهرة أم من الأعمال الباطنة. لكن الشيء الأخير الذي أحب أن أختم به حديثي هو أن لفظة الإيمان تختلف عن لفظة الإسلام إذا جاءت الكلمتان في موضع واحد، كحديث جبريل هذا ورد ذكر الإيمان وورد ذكر الإسلام، وكما في قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهنا عندما اجتمعت لفظة الإيمان مع لفظة الإسلام كان لكل منهما معنى يختص به، فكان معنى الإيمان ما اشتملت عليه القلوب، وكان معنى الإسلام الأعمال الظاهرة التي تظهر على جوارح الإنسان. لكن إذا ورد ذكر الإيمان وحده أو ورد ذكر الإسلام وحده في موضع، فإن هذا معناه أن لفظة الإيمان تشتمل على معنى الإيمان والإسلام، وأن لفظة الإسلام إذا وردت وحدها فإنها تشتمل على معنى الإسلام والإيمان، كما في حديث وفد عبد القيس لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عن الإيمان فقالوا الله ورسوله أعلم، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. فهنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم لفظة الإيمان بمعنى الإسلام، وذلك لأن اللفظة إذا وردت وحدها إنما تشتمل على الإيمان والإسلام، وكما في قول الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين، وكما في قول الله تعالى
عن موسى عليه السلام وأنا أول المؤمنين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.